يلا بينا نتكلم عن الكتاب رقم 15 اللي احنا بنجيبه ونلخص افكاره. والنهارده مفاجأة، الحمد لله على السلامة. لو عايز مفاجآت في الكتب الحمد لله على السلامة، انت في اورجامي. مساء الفل، انا اسمي مروان مختار، بزنس ترينر اند كونسلتنت. مش عارف اذا كنت قلت المعلومة دي قبل كده ولا لا، بس انا خريج بزنس ادمنستريشن الاكاديمية العربية تجارة، بس كلية خاصة. في الكلية درسنا كتاب في الاقتصاد على ترمين اسمه كولاندر. الكتاب ده كتاب فيه اكتر من 22 شابترز، 22 جزء، والكتاب بيتكلم عن المايكرو والماكرو ايكونومكس او الاقتصاد الجزئي والكلي. وانا اول ما بدات اذاكر المادة دي حبيتها جدا، يعني انا فعلا بحب الاقتصاد جدا، بس المعيدة اللي ربنا يمسيها بالخير بقى قالت لي يا مروان ده بيحب الماركتنج وهيطلع يشتغل في الماركتنج، ودي بتحب المحاسبة وهتطلع تشتغل في المحاسبة، وده بيحب المالية وهيطلع يشتغل في المالية. قالت لي انت فاهم ان انت في الاقتصاد مفيش شغل صريح تشتغل فيه، طبعا غير بحث اقتصادي او غير في السلك الاقتصادي كله، لكن هي ما كانتش قصدها اتس يعني نوت ان افري داي جوب. لكن انا كنت بحب الماده مش لانها مرتبطه بشغل زي ما كلنا في الكليه كنا بنحب المواد عشان بتحسسنا ان احنا بدنا نشتغل، لكن كنت بحب الماده لانها كانت بتعلمني كل حاجه انا محتاجه اتعلمها في الحياه. انا النهارده مش جاي الخص كتاب كولاندر، احنا النهارده المفاجاه بتاعتنا ان احنا بنخرج بره التغريد السرب بتاعنا شويه، ومش جايبين كتاب كوميرشال، لا احنا جايبين كتاب من كليه ناخد منه ثلاث دروس بس انا شايف ان هما بيسيبوا امباكت او بيسيبوا اثر على كل حاجه في البيزنس. ايه اول درس؟ 1 teach about supply and demand and you get yourself an economist. علم بغبغان العرض والطلب وخليه يفهمه كويس، وانت كده بقى عندك اقتصادي. للدرجه دي ان انا بس لو فهمت قاعده العرض والطلب الدنيا بالبساطه هتبقى كده. ايوه، قاعده العرض والطلب، ان الحاجه لما الطلب عليها بيزيد او لما الطلب عليها بيقل او لما سعرها بيزيد او لما سعرها بيقل، ازاي كميه الطلب بيأثر على السعر وازاي السعر بيأثر على كميه الطلب، وكل ده دي قاعده لو انت فهمتها كويس هتعرف تعمل الاتي. عد معايا. 1 هتعرف تختار الاسواق اللي تبدا تستثمر فيها. 2 هتبدا تعرف الاسواق اللي تقفل وتطلع منها. 3 هتعرف تطبيق الاستراتيجي او آلية التنفيذ اللي احنا اتكلمنا عليها بالراحه جدا على البيزنس بتاعك. ما هو في الاول وفي الاخر احنا موجودين عشان الديماند بتاع العميل اللي هو المفروض اصلا بيشتري مننا. 4 حضرتك هتفهم يعني ايه بلو اوشن وريد اوشن استراتيجي. يعني ايه بلو اوشن؟ او يعني ايه السوق ده ما فيهوش سبلاي كفايه، السوق ده ما فيهوش عرض كفايه من منتجات، انا محتاج اكون هناك. السوق ده العرض فيه زياده جدا والمنافسه فيه زايده جدا. ايه ده انت كده بدات تربط الاقتصاد بالتسويق. الاقتصاد بيأثر على كل حاجه، عشان كده احنا بندرسه في الاول. اللي حط المناهج العالميه دي هو ما حطش اعتباطا. 5 الشغلانه دي ما فيش منها كتير، عشان كده الناس اللي انت لو هتجيب حتى عينه في الشغلانه دي هتلاقي سعره زياده. ايه ده انت كده دخلت على هيومن ريسورسز او الموارد البشريه، على حته الكومبنسيشن بنفيتس وحته المزايا والاجور، انك تعرف سعر الناس بكميه الطلب عليهم من الشركات والعرض اللي موجود في السوق. 6 حضرتك هتبدا تفهم يعني ايه سوق سودا، ويعني ايه سعر المنتج ده اكتر من سعره المعروض في السوق، عشان كده الناس بتخبيه ويبداوا يبيعوه بره البرايس او السعر اللي حطاه الحكومه. حضرتك كده هتبدا رقم 7 تتنبا بالاسعار اللي جايه وتتنبا بالكميات اللي جايه، وتعرف امتى الناس هتعطش السوق وهيخبوا المنتجات لان هم عارفين ان السعر اللي موجود دلوقتي لسه مش سعرها. 8 انا هبدا ابقى فاهم ايه اللي كان حاصل في السوق الفتره اللي فاتت دي، ان الناس لسه مش فاهمه الدنيا هتمشي ازاي بعد التعليمات اللي جت في حته الاستيراد والتصدير وكده، وبداوا يحطوا البضاعه ويخبوها عشان هو مش عارف الدنيا هتمشي ازاي. فازاي كلمه بسيطه زي دي تبدا تغير لي انا الاتيتيود بتاعي، او تبدا تغير لي انا طريقه تفكيري في ان انا ابدا احترم جدا حته السبلاي والديماند، وابدا اشوف اثرها على كل حاجه تانية في البيزنس. وده اول درس انا اتعلمته من كولاندر. تاني درس، دي قصة أنا بحبها جدا، ويمكن أي فرصة بتجيلي في أي محاضرة أو في أي استشارات أقولها بقولها. كان في ملك مشهور جدا اسمه تانس تافل. الراجل ده بدأ إن هو ملك طيب جدا، وعشان هو كان مؤمن بالعلم جمع أحسن 10 أو 20 اقتصادي في العالم. ولما جمعهم قال لهم يا جماعة أنتوا قدامكم 10 سنين تجمعوا كل الاقتصاد في مجلدات كتيرة وتبدأوا تقولوا لي ملخص لي المجلدات دي كلها. قال له طيب، وجاب العلماء وسابهم في القصر والناس عايشه
سنين وسنين بيعملوا المجلدات بالراحة وبياكلوا وبيشربوا والدنيا جميلة. لما رجعوا له الملك ده كان أصبح أكثر ظلما وأكثر انشغالا. قال لهم مجلدات إيه؟ أنا عايزكم تجمعوا كل الاقتصاد ده في كتاب واحد. روحوا قعدوا سنين أكتر ورجعوا له. قال لهم كتاب إيه؟ أنا عايزكم تجمعوا الكلام ده كله في مجلد واحد، يعني في كتيب صغير واحد. راحوا ورجعوا له قال لهم كتيب إيه؟ أنا عايزه صفحة واحدة. راحوا ورجعوا له قال لهم بصوا بقى، أنا هديكوا ساعة تخشوا الأوضة دي تطلعوا لي بالاقتصاد كله في جملة، ولو ما طلعتوش أنا هقتلكم. دخلوا خلاص هما مسلمين للموت ومفيش أي يعني منفذ لده، لأن صعب جدا تجيب الاقتصاد كله تحطه في جملة واحدة. فقاعدين في الأوضة وعدى خادم من الأطفال اللي بيخدموا في القصر، فقال له تعالى يا ابني احنا خلاص هنموتوا ولو سمحت عايزين بس وجبة ناكلوها قبل ما نموتوا. قال لهم طيب هاتوا فلوس. قال له احنا صدقني بقالنا سنين ما بنتعاملش بفلوس، احنا عايشين تحت حماية الملك فالواحد فينا معهوش مليم. قال لهم يا جماعة مفيش فلوس مفيش أكل. قال له احنا بنموت. قال لهم مفيش فلوس مفيش أكل. وهنا طلع واحد منهم وقال أنا لقيت الحل لقيت الحل. There ain't no such thing as a free lunch. مفيش حاجة في الدنيا اسمها غدا ببلاش. لو خدت أول حرف من كل كلمة تطلع لك اسم الملك. طبعا القصة دي ما حصلتش، القصة دي وهمية عشان نطلع منها بقاعدة من أهم القواعد في الدنيا في الاقتصاد. مفيش حاجة في الدنيا اسمها ببلاش. لا يا عم فيه، ده الراجل اللي في الشارع اللي بيدي فلوس لواحد غلبان بيديها له، ما بيديهالوش ببلاش، هو بيديها له عشان حاجة من الاتنين، يا اما هو عايز يحس كويس ويبدأ يحس من نفسه ان هو انسان احسن، يا اما بيعمل ده عشان يشتري الجنة او حاجة في العالم الاخر واحدة من ايمانياته. مفيش حد في الدنيا بيعمل حاجة دي ببلاش. القاعدة دي انا فهمتها من الاقتصاد، عمري ما طبقتها في الاقتصاد على قد ما طبقتها في علم التواصل وخصوصا التفاوض مع البشر. بمعنى كل بني ادم فينا بيعمل حاجة، انت لو عايز تعرف تتعامل معاه وتتحكم فيه لازم تعرف السعر اللي هو عايز الحاجة دي. وانا هنا مش قصدي سعر بان انا بتكلم بفلوس بس، تالت قصة هتفهم اكتر من الموضوع ده، لكن لغاية وسط قصة انت لازم تكون فاهم ان الانسان قدامك ده ممكن يكون عايز كلمة حلوة، ممكن يكون عايز طريق احسن في التعامل، ممكن يكون عايز انك تنفخه، ممكن يكون عايز ان انت تديله فلوس، ممكن يكون عايز الف حاجة وحاجة. مهارتك في التفاوض انك تعرف ان كلمة صباح الخير اللي بتتقالك هو مستني منها حاجة، وانك تعرف هو مستني من ايه عشان تعرف على قد ما تقدر تتعامل مع البشر. تالت قصة والقصة المفضلة بالنسبة لي، مارجريت تاتشر او زي ما سموها المرأة الحديدية، وينستون تشرشل رئيس وزراء انجلترا اثناء الحرب العالمية الثانية او قبلها وبعدها، وراجل من الركائز الاساسية في سبب ان انجلترا واللايد عامة كسبوا الحرب. الراجل ده كان قاعد مع مارجريت تاتشر اللي هم سموها المرأة الحديدية، واللي ميريل ستريب عملت عنها فيلم، والست يعني اللي لا تحتاج تعريف من عبد فقير لله يعني. فالراجل بيقول لها لو قلتلك تسيبي جوزك وتجيلي وحديكي 1 مليون باوند توافقي؟ فكرت شوية قالت له اه. قال لها لو قلتلك تسيبي جوزك وتجيلي مقابل 5 باوند توافقي؟ قالت له انت فاكريني ايه؟ لا طبعا. قال لها then we have all made the choice, we are just waiting for the right price. احنا كلنا ممكن نقول كلمة اه وحنوافق، لكن مستنين السعر المناسب. وانا هنا لما بقول كلمة سعر لو سمحت ما تفهمش ان انا قصدي كلمة سعر ان هو فلوس. ارجع بقى لتاني قصة، من فهمك للناس ومن فهمك لدوافعهم هتقدر تخش التالت قصة وتبقى فاهم ان كل الناس دي مستنين يقولوا اه، بس محتاجين يسمعوا او يشوفوا او يحسوا بالسعر المناسب. وانا هنا مش قصدي سعر بفلوس، زي ما قلت لك في تاني قصة، انت ممكن تقعد مع حد يبقى سعره ان انت تأمن له كارير كويس، حد تاني فلوس، حد تالت معاملة كويسة، حد رابع عايز بس تسمعه. ده بالنسبة لي جمال كتاب كولندر، ان هو في كل تشابتر كان بيجيب قصة، والقصة دي كان بيبقى ممكن طبعا تطبيقها على الاقتصاد، لكن ممكن تطبقها على نيجوشيشن، على كوميونيكيشن، على ماركتينج، على اتش ار، على كل حاجة في البيزنس، وصدقني كمان خارج البيزنس. سواء حضرتك راجل بتدرس بيزنس او بتحب البيزنس، قراية كتاب زي كولندر هيفيدك جدا 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 جدا. وانا كده ما قلتش واحد على واحد على واحد من الف من قيمة الكتاب، ارجوكم تلاقوه، موجود اونلاين وموجود اوفلاين في كذا مكتبة. هاتوا الكتاب في منتهى الجمال والكتاب في منتهى الاثراء ليك على مستوى البيزنس وخارج البيزنس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو شيره مع يور كوليجز، الناس الانترستد في الحتة دي.
اعمل سبسكرايب واعمل لايك وافتكر ان احنا بننزل كونتنت مختلف تماما على فيسبوك وعلى لينكد ان وعلى انستجرام. اشوفكم بتطوروا ودايما على الف خير.